صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبح الخير وصباح السعادة وراحة البال. أصبح عليكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. يسعدنا أعزائي المستمعين دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم، ولكم مني أطيب التحيات محدثتكم آمنة آل علي. وفي بداية البرنامج يسعدني أيضا أن أرحب بفريق العمل في هيئة الصحة بدبي، الأستاذ يوسف سعد، ومن نور دبي أرحب بمخرجنا المبدع دائما وائل القواسمة. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة عندنا الكثير من الفقرات الشيقة والممتعة والمفيدة، وبنتكلم اليوم عن آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، وكذلك بنتناول آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى الصحي، وكذلك لدينا اليوم فقرة عن المؤشر الجلاسيمي وعلاقته بالغذاء والصحة بشكل عام. وفي فقرتنا الأخيرة لليوم وموضوعنا الأساسي لحلقتنا بنتكلم عن أمراض الكلى لدى الأطفال، الوقاية والعلاج. كونوا معنا أعزائي المستمعين على مدار هذه الساعة. خبرنا لليوم أعزائي المستمعين يقول: الحد الأقصى لكمية البيض اللي يمكن تناولها إذا كنت مصاب بارتفاع الكوليسترول. قد يكون من الصعب الحفاظ على التوازن بين الكوليسترول الجيد والسيء، حيث تمثل الطريقة الأكثر فعالية للتحكم في الكوليسترول في تغيير النظام الغذائي، ويمكن أن يؤدي الفشل في تقليل مستويات الكوليسترول الضار إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب والنوبات القلبية. ويعرف الكوليسترول الجيد بأنه بروتين دهني عالي الكثافة يحافظ على صحة القلب، أما الكوليسترول الضار فهو بروتين دهني منخفض الكثافة يبطن جدار الشرايين على شكل لويحات، وكلما قلت نسبة الكوليسترول الضار كان ذلك أفضل، والعكس صحيح بالنسبة للكوليسترول الجيد. وهناك حاجة إلى مستوى منخفض من الكوليسترول الغذائي للحفاظ على صحة جيدة، ولكن بعض الأطعمة الصحية بخلاف ذلك تحتوي على المادة الدهنية، وعلى الرغم من أن البيض غني بالبروتين إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول أيضا، وما يمثل هذا مشكلة بالنسبة للبعض اللي يعانون من الكوليسترول. وتقول منظمة القلب البريطانية الخيرية المختصة بالكوليسترول إن البيض ليس ممنوعا ولكن يجب تناوله باعتدال. وتقول المؤسسة الخيرية أيضا إن يجب أن يكون تناول 3 إلى 4 بيضات في الأسبوع أمرا جيدا، ولكنها ترى في الوقت نفسه ضرورة مراجعة كل شخص طبيب المختص لتحديد ما هو الأفضل بالنسبة له. يعني نحن اليوم في الدراسة هذه نقول أن ما يمنع أن الشخص يتناول أكلات صحية، يتناول البيض، ولكن البيض باستشارة الطبيب اللي يعانون من الكوليسترول. وبهذا أعزائي المستمعين نكون خلصنا خبرنا لليوم، وبننتقل للفقرة اللي عودناكم عليها دائما واللي هي فقرة السوشيال ميديا. وفي فقرة السوشيال ميديا دائما أعزائي المستمعين نتحدث عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها، سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة بالشؤون الصحية. ويسعدني أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف أسماء الجناحي، رئيس قسم الإعلام الصحي بالإنابة، بتحدثنا عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وشو آخر الموجود فيها بما يخص الشؤون الصحية. ننتظر زميلتي أسماء الجناحي لين تجهز وتخبرنا شو هي مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. جهزت أسماء؟ أوكي. صباح الخير أسماء.
السلام عليكم، صبحكم الله بالنور، سرور عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. يا هلا فيك أسمى، ومرحبا بك في برنامج صحة وسعادة. أسمى حدثينا، شو هي آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي اللي عندك؟ اليوم بعض الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، من ضمنها حطينا فيديو وايد مهم عن القلب وعلاج القلب في مستشفى راشد. الفيديو يتكلم أن أكثر من 8000 شخص راجعوا للمستشفى خلال العام الماضي، 30% منهم كانوا يأخذون علاج تخصصي معين، اللي حطينا الفيديو مال السوشيال ميديا ما بنقول عشان البعض يدخلون حساباتنا. الشيء الثاني، نحن خلال من تاريخ 11 إلى تاريخ 16 فبراير بنكون متواجدين في إكسبو ضمن فعاليات الإمارات تبتكر، وهذا بيكون من 11 إلى 16 فبراير، بيكون من الساعة 3 إلى الساعة 8 مساء. أيضا من الأشياء في قنوات التواصل الاجتماعي، وني تقريبا نتكلم عن التطعيم، نأكد على أهمية الحصول على الجرعة داعم الأشخاص من 18 سنة فما فوق، ويمكن أن يأخذون الموعد من خلال تطبيق هيئة صاحب دبي DHA App. أما بالنسبة لي كبار المواطنين أو كبار السن اللي ما يقدرون يدخلون المركز، يقدرون يأخذون الخدمات المنزلية الخاصة بالتطعيم من خلال الاتصال بمركز الاتصال 8342. من ضمن الأشياء أيضا وصلتنا مجموعة من الاستفسارات بخصوص تطعيم الأطفال. تطعيم الأطفال يبدأ في هيئة الصحة بدبي من 5 سنوات فما فوق، يعني يكون بلقاح فايزر بيونتك في مجموعة من المراكز. كيف ممكن نحجز مواعيد الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة؟ ممكن من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال خدمة الواتساب اللي هي 8342. كيف يقدرون يحجزوا الموعد؟ أول شيء سيبون رقم مركز الاتصال في قائمة الاتصال عندهم 8342، ويكتبون كلمة هاي في الدردشة وراح توصلهم الخدمات المقدمة من الهيئة. ويختمها بالرسالة الصباحية لليوم، واللي تقول خذ نفسا عميقا، كن صبورا، ففي كل يوم تولد لدينا فرصة جديدة. صباحكم خير، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك زميلتي أسمى الجناحي، شكرا على الرسالة الصباحية الجميلة، وبناخذ نفس طويل على وعسى نبدأ هاليوم بداية جميلة. شكرا لك أسمى الجناحي. طبعا أعزائي المستمعين، بعد ما حدثتنا أسمى عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، أذكركم أن صحة دبي تبدأ بتطعيم الأطفال، أو نقدر نقول بدأت بتطعيم الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 11 سنة بلقاح فايزر بيونتك. يمكنكم أخذ المواعيد للحصول على هذا اللقاح، ومثل ما تعرفون هناك في بعض المراكز الصحية اللي تعطي اللقاح فعاليات جميلة للأطفال، فاطمئنوا أن عيالكم إن شاء الله أصلاً 5 سنوات يكونون عيال كبار وفاهمين، إن شاء الله ما تعانون معاهم ويأخذون اللقاح بسهولة، وبالتالي نكون مثل ما حافظنا على أعمارنا بأخذ اللقاح حافظنا على عيالنا إن شاء الله بهذا اللقاح اللي بدأت هيئة الصحة بدبي إعطائه للأطفال من عمر 5 سنوات لـ11 سنة. إذا تسألون كيف ممكن أخذ موعد، يمكنكم الاتصال على مركز الاتصال 8342، وتاخذون موقع يعني تاخذون موعد لأقرب عيادة موجودة منكم على امتداد إمارة دبي، عندنا مراكز صحية، فبتقدرون تاخذون موعد في أقرب مركز صحي لكم وتاخذون اللقاح بكل سهولة ويسر إن شاء الله. فأعزائي المستمعين، قبل ما نطلع الفاصل معاكم، أذكركم بأهمية التبرع بالدم. قطرة دم قادرة على إنقاذ حياة. تقدرون أعزائي المستمعين تتوجهون لمستشفى لطيفة، هناك مركز دبي للتبرع بالدم، والتبرع بالدم مجرد أسئلة بسيطة بتنسألونها، أو يمكنكم أخذ موعد أو أخذ موعد للتبرع بالدم أيضا عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA App. أنصحكم أنكم تتوجهون بسرعة، لأن بإمكانكم إنقاذ حياة الكثير من الأشخاص. أعزائي المستمعين، بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نتكلم عن موضوع مهم في فقرة التغذية، تريونا. صحة وسعادة.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. قول يفتح مغاليق القلوب ويورث المحبة في الصدور، يسمو بالإنسان ويرفع درجته في الأرض والسماء، هو وصية ربانية لها عظيم الأثر في النفوس. القول الحسن كل سبت وأحد 12 ظهرا مع الأستاذ الدكتور محمد العلماء عبر إذاعة نور دبي. لو تتخيل بسمة مريض تم علاجه، أو فرحة متدين اندفع دينه، وسعادة طالب اندفعت رسوم دراسته، وبهجة إنسان وصل الطعام لين بيته، كل هذا الخير وأكثر ينتظر زكاة أموالكم مع جمعية دار البر. ساهموا بزكاة أموالكم وصدقاتكم. الرقم المجاني 8079، أو زوروا الموقع الإلكتروني www.darelbir.ae. فيا باغي الخير أقبل. حان الوقت لتحمي نفسك وعائلتك ومن حولك من مرض كوفيد 19. احجز موعدك لتطعيم في أحد مراكزنا المنتشرة في إمارة دبي من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA، أو عبر خدمة الواتساب 800-342. تابعونا الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-14-14، أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي على @نور دبي راديو. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم أعزائي المستمعين برقام التواصل معنا واللي هي 600-55-14-14، وللرسائل النصية القصيرة 4006. مثل ما عودناكم أعزائي المستمعين بعد فقرة السوشيال ميديا تكون عندنا فقرة التغذية، وفقرتنا لليوم بنتكلم عن المؤشر الجلاسيمي للأغذية وتأثيره على الصحة. كثير ما نسمع عن هذا المصطلح، فاليوم حبينا نعرفكم ما هو هذا المؤشر الجلاسيمي وعلاقته بالتغذية والنظام الغذائي والصحة بشكل عام. وهذا اللي بتكلمنا عنه اليوم ضيفة البرنامج الأستاذة عرين الزوربة، اختصاصي التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة عرين. صباح الكم بالخير جميعا، ويعطيكم العافية يا رب. ومزبوط كلامك، المؤشر الجلاسيمي يعني هو متداول، ولكن احنا حابين نحكي شو هو بالضبط وكيف يستخدم وشو الاشياء اللي احنا لازم نعرفها على اساس نقدر نستفيد منها لجميع الفئات ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا استاذ عرين، هذا المصطلح يمكن ما مألوف للكثير، فاذا بنشرح للمستمعين شو هو المؤشر الجلاسيمي، هل هو نظام غذائي ام قواعد، يعني قواعد عامه لنظام غذائي؟ تمام. هلا المؤشر الجلايسيمي على اساس انه نتفق احنا من البدايه، هو يعني يعتبر مش نظام غذائي بحد ذاته، هو يعتبر مثل الادوات مختلفه، يعني هو يعتبر مثل ادوات كيف حساب السعرات الحراريه او حساب الكربوهيدرات، وبتستخدم لتوجيه الخيارات الغذائيه، ولكن مخصص اكثر للناس المصابين بداء السكري. هلا احنا لنعرف ليش، طب بس للجماعه اللي هن الاشخاص المصابين بداء السكري، لانه المؤشر، لانه هو يعتبر زي مؤشر نسبه السكر اكثر في الدم، ويسمى في خلينا نقول
بالإنجليزي اسمه glycemic index. هلأ يعتبر مؤشر الجلايسيمي نظام لتصنيف الأطعمة اللي بتحتوي على كربوهيدرات على مقياس يتراوح من 0 إلى 100 وفقا طبعا لمدى رفع مستويات السكر في الدم اللي هو طبعا اللي احنا بنسميه الجلوكوز عند تناولها. هلا عشان نعرفه اكثر يعني نعرف شو معناته بالضبط، يعني ممكن احنا نقول انه في بعض الاطعمه احنا بنعرفها انها بترفع نسبه السكر في الدم بسرعه كبيره مقارنه باطعمه ثانيه بترفع السكر نسبه السكر في الدم بطريقه منخفضه او بطريقه بطيئه. طب يعني هلأ مثلاً رح نقول إحنا زي إيش مثلاً؟ هلأ عنا إحنا نوعين من الأطعمة، في عنا أطعمة بنسميها منخفضة أو متوسطة المؤشر الجلايسيمي، وفي أطعمة مرتفعة المؤشر الجلايسيمي. لما بنبلش إحنا نحكي عن المنخفضة أو متوسطة المؤشر الجلايسيمي، هي أطعمة فيها كربوهيدرات، وهذه الكربوهيدرات يفككها الجسم بشكل بطيء، وتميل هذه الأطعمة إلى إطلاق الجلوكوز في الدم ببطء وثبات، يعني بمعنى آخر إنه السكر في الدم ما بيرتفع بشكل سريع. وهذا طبعا الأطعمة طبعا بتعزز لكتير شغلات من ضمنها فقدان الوزن، واللي هي كمان يعني خلينا نقول بتضبط اللي هي مستويات السكر في الدم، وإلها فوائد كتير كمان رح نتحدث عنها اليوم. الأطعمة المرتفعة مؤشر الجلايسيمي هي الأطعمة الكربوهيدراتية، كمان تحتوي على الكربوهيدرات بفككها الجسم بس بشكل سريع، وبتميل هذه الأطعمة إلى إطلاق الجلوكوز في الدم بسرعة مما يساهم في رفع مستويات الجلوكوز في الدم. طبعا هلأ إحنا لما نقول أطعمة مرتفعة المؤشر الجلايسيمي معناته إحنا لازم هاي الأطعمة نحاول نخفف منها، خصوصا للناس المصابين بداء السكري، وخصوصا للناس كمان اللي عندهم مشكلة من ناحية مثلا الارتفاع الانسولين عالي في الدم او يعني امراض ثانية. فهاي الاطعمة هاي بدنا نحاول نخفف منها. طبعا هلا حنقول ما هي هاي الاطعمة، يعني عفوا نقدر نقول اذا بنبسط المؤشر الجلايسيمي هل هو وسيلة تساعد في حالة الاصابة بمرض السكري للاشخاص اللي يعانون من مرض السكري؟ المؤشر الجلايسيمي ممكن يكون مؤشر مفيد لهم؟ نعم، يعني هو المؤشر الجلايسيمي للأطعمة بيساعدهم على اختيار الأغذية اللي بتساعد على يعرفوا إنه هاي الأطعمة في أنواع أطعمة بترفع عندهم السكر بشكل سريع وفي أطعمة بشكل بطيء. تمام. هلأ شو الفوائد إنه نعرف إحنا عن المؤشر الجلايسيمي للأطعمة؟ أول إشي زي ما حكينا التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، وهذا طبعا بيساعدهم على إنهم يعرفوا يعني تقليل نسبة السكر في الدم أو ضبطه من ناحية الأطعمة اللي حيتناولوها في ذاك اليوم. الشغلة الثانية التحكم في مستويات الكوليسترول، لأنه بيساعد تناول أطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض على انخفاض مستويات الكوليسترول، وكثير دراسات أكدت هذا الإشي. والشغلة الثالثة السيطرة طبعا على الشهية، يعني بعض الأطعمة ذو المؤشر الجلايسيمي المرتفع بسبب على زيادة سرعة النسبة في الجلوكوز في الدم، فالجسم يعني ما بلحق الإنسولين يساعد على ضبط هذه النسبة، فبيحسه دائما بالجوع بسرعة، مقارنة بالأطعمة طبعا المنخفضة المؤشر الجلايسيمي بتساعدهم على أنه لا يحسوا بالشبع بشكل أسرع. طبعا هاي من فوائدها. طبعا هلا احنا طبعا عم نحكي احنا بشكل عام، ولكن لسه ما حكينا شو هاي الأطعمة اللي هي نعتبرها مرتفعة المؤشر الجلايسيمي، وشو الأطعمة اللي بنعتبرها منخفضة او خلينا نقول متوسطة الانخفاض. هلا من الأطعمة ذات المؤشر المرتفع للمؤشر الجلايسيمي، حنبلش في المرتفع بعدين بنرجع للمنخفض. المرتفع للمؤشر الجلايسيمي بكون اللي هو 70 وما فوق، طبعا زي ما حكينا هو رقم يعني للأطعمة هذه، وبتشمل هذه الأطعمة الأرز الأبيض، الخبز الأبيض، البطاطس الحلوة والعادية، الكعك والمشروبات الغازية، الـ أي شيء فيه يعني نوعية السكر فيه الأطعمة هاي عالية جدا، هذا يعتبر من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع. أما الأطعمة اللي بتكون مؤشرها بين 56 و 69 تعتبر من الأغذية متوسطة المؤشر الجلايسيمي، مثل إيش يعني؟ الموز، الأناناس، الخبز الأسمر، الذرة الحلوة، الزبيب، الحبوب الإفطار اللي هي معمولة من مصنوعة من المشوفان أو المصنوع من الحبوب المتعددة أو خلينا نقول كاملة النخالة، هذا المؤشر ممكن نتناولها بشكل متوسط، مش بشكل مرتفع جدا ولكن بشكل متوسط، على أساس إنها ما ترفع نسبة الدم السكر في الدم بشكل سريع.
والأطعمة ذات المنخفضة المؤشر الجلايسيمي اللي هي تعتبر 55 وما أقل، واللي هي تشمل الحليب الخالي من الدسم، الفاصوليا، الجزر، الشوفان بكل أنواعه، المكسرات، الخضروات ذات الأوراق الخضراء، معظم الفواكه، يعني البقوليات بشكل عام، كلياتها تعتبر ذات أطعمة خلينا نقول ما بتساعد على ارتفاع السكر بشكل سريع. فهاي تصنيف بعض الأطعمة زي ما حكينا. طبعاً في عنا كتير أطعمة أخرى، ولكن هدول أكثر أطعمة مشهورة من ناحية التصنيف زي ما حكينا عنها. نعم. فكيف ممكن أستاذة عيرين نخطط للأكل والشرب وفقاً لهذا المؤشر الجلاسيمي؟ كيف ممكن الشخص يخطط للأكل؟ ما أنا جاي أحكي هون. هلا المؤشر الجلايسيمي ممكن يتغير، يعني التخطيط له أهم إشي بده يعرف إنه إحنا دائما زي ما دائما نقول أستاذة آمنة إنه عنا الطبق الصحي يتكون من جميع المجموعات الغذائية ولكن بنسبة، يعني عنا الخضروات والفواكه تعتبر نسبتها أعلى في الطبق الصحي. لماذا؟ لأنه زي ما حكينا المؤشر الجلايسيمي فيه كمان منخفضة مقارنة في مجموعة البروتين ومجموعة النشويات اللي هي تعتبر ربع من الصحن مجموعة البروتين والربع الآخر هو مجموعة النشويات. فبهالشكل هذا إحنا بنضمن إنه عم ناكل من كل مجموعات الغذائية وبنفس الوقت عم نكسر من المجموعة اللي هي المهمة جدا اللي هي الخضروات والفواكه، ولكن طبعا تعتمد من شخص لآخر وبتعتمد على الحالة الصحية اللي هو المريض بيكون عنده إياها. هلأ في شغلة صغيرة أنا حابة أذكرها، إنه ممكن يتغير مؤشر نسبة السكر اللي هو المؤشر الجلايسيمي اعتمادا على بعض العوامل. خلينا نقول لك شو هن. إذا مثلا طريقة تحضير الطعام، يعني مثلا تساعد الألياف والأحماض مثل الليمون يعني الحمضيات بشكل عام على خفض مؤشر الجلايسيمي. يعني إذا حطينا نوعين من الأكل إشي مؤشر عالي، مثلا الخبز الأبيض أو الخبز الرز الأبيض مع السلطة أو مع الخضروات، لما بتتاكل بالجسم بيكون في اعتدال فيها، يعني ما بيرتفع السكر بشكل سريع مقارنة إذا أكلنا بس الرز الأبيض لحاله فقط، يعني ما مزجناه مع مجموعة أخرى من الغذاء. نوعية السكر طبعا بتلعب دور كبير، يعني مثلا زي ما حكينا اللي هي عندنا الكامل النخالة بتفرق عن مثلا اللي هي السكريات سريعة أو السكريات اللي بسموها سريعة الامتصاص أو اللي بترفع السكر دائما بشكل سريع. فإحنا بنفضل مثلا إنه تكون الكامل النخالة أفضل، إنها بتحسسنا بالشبع أكثر، فيها ألياف أكثر، فهي كمان تلعب دور. عندنا كمان مثلا النشاط البدني، وهذا إشي جدا مهم، لأنه إذا إحنا عم ناكل بطريقة خلينا نقول عم ندمج أنواع من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي سواء عالي أو منخفض، ولكن إحنا تفادينا عن موضوع الرياضة، معناته إحنا ما ساعدنا إشي. فإحنا لازم نحط باعتبارنا إنه كمان الرياضة بتساعد على أول إشي إنه انتظام نسبة السكر في الدم، بشكل عام النشاط البدني بيساعدنا على اللياقة، بتساعدنا على نزول الوزن، بتساعدنا بشغلات كتير. فلازم نحط في اعتبارنا إنه هذا جزء كمان من يعني خلينا نقول في تنظيم نوعية الأكل اللي عم نأكلها زائد الرياضة أو النشاط البدني. نعم. أستاذة عيرين، إذا بنقول نصيحة أخيرة للأشخاص المصابين بالسكري اللي يستخدمون في نظامهم الغذائي المؤشر الجلاسيمي، شو بتكون النصيحة اللي تقدمينها لهم؟ بالنسبة للمريضين السكري، إذا إحنا بنتعامل مع المؤشر الجلايسيمي لازم نتأكد أول إشي طبعا ينحط النظام من قبل ناس متخصصين في هذا الشيء، ممكن لأنه بيعتمد على كل شخص بالنسبة الوزن الطول، في مؤشرات جدا لازم نحط باعتبارها لما ينعمل لإلهم خلينا نقول الدايت. إذا حابين هن يعني خلينا نقول يمشوا على موضوع المؤشر الجلايسيمي لحالهم، لازم يتأكدوا إنه يتكون من المجموعات الكاملة للطبق الصحي، يعني لازم يحطوا بالاعتبار إنه خضروات وفواكه، عندنا مجموعة النشويات وعندنا مجموعة البروتين، ما نركز على مجموعة واحدة ونترك المجموعات الأخرى. طبعا أهم إشي بكل الموضوع كمان شرب المي، هذا رقم واحد سواء كان لمصابين السكري أم بشكل عام لجميع الفئات الأخرى. ولكن خلينا نقول التنويع والتنظيم في أكلنا بالطبق الصحي هذا جدا مهم.
وبنفس الوقت ما ننسى مراجعة الطبيب والمختصين بأي مش بأي حالة من الأحوال، سواء لإنقاص الوزن أو خلينا نقول شو بيحتاج جسمه، لأنه كل شخص عن الثاني بيفرق شو احتياجاته. نعم بالضبط. أستاذة عرين الزور بأخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك على هذه المعلومات القيمة اللي قدمتيها في برنامج صحة وسعادة. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين، رجعنا لكم من جديد في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600-551-414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. يعتقد البعض بأن مرض أمراض الكلى وهو أحد الأمراض المزمنة ممكن أن يصيب الكبار وكبار السن فقط، ولكن في واقع الأمر والحياة فإن أمراض ومشكلات الكلى قد تصيب الأطفال أيضا. وهل هذا ما يصيب الأطفال من هذه الأمراض يكون بذات الحدة والمستوى كالذي يصيب الكبار؟ شو هي طرق حماية أطفالنا مثل هذه الأمراض وتساؤلات أخرى أكثر بنطرحها على ضيفة برنامجنا اليوم الدكتورة انتصار الحمادي، استشاري أمراض الكلى لدى الأطفال في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. صباح الخير دكتورة. ألو. صباح النور والسرور، حياك الله. أهلا فيك دكتورة انتصار. دكتورة في البداية بنتكلم عن نبذة عامة عن أمراض الكلى وأبرز المشكلات الصحية المرتبطة بالكلى. مثل ما ذكرتي أمراض الكلى شائعة، بس دائما نحن نسمع فيها في الكبار، يعني لما حد يقول للطفل عنده مرض كلى الكل يستغرب، أو بعدين الناس تقول لا في فلان وفلان وفلان، بس صحيح هي بصورة عامة أقل شيوعا في الأطفال مقارنة في الكبار لو بنقارن بالنسبة للأعمار. لكن في الأطفال موجودة، وللأسف بعض الأحيان لا زالت حتى في وقتنا هذا يكون التشخيص متأخر، لأن الناس عندهم هاي الفكرة، وحتى بعض الأطباء عندهم هاي الفكرة أن الطفل ما يصاب بأمراض الكلى. فبالعكس بعض الأطفال يولدون بأمراض الكلية، وأمراض الكلية في أقسام منها. الناس تعتقد أن أي مرض الكلية يؤدي إلى فشل في الكلية وتربطها بموضوع الغسيل والزراعة، وهذا مش صحيح. الكلى لازم المجتمع يعني والناس اللي نحاول أن نعرفهم أكثر بأمراض الكلى يعرفون أن أمراض الكلى أو الكلى نفسها لها أكثر من وظيفة بجسم الإنسان، منها اللي نحن نعرفها أنها تطلع سوائل زيادة في الجسم، تضبط الأملاح اللي في الجسم، بس لها بعد أثر على قوة الدم عندنا اللي هو الهيموغلوبين والفيتامين د وقوة العظام، في لها يعني بنقول الضغط الدم طبعا، هاي لها فوائد كثير في الجسم غير عن اللي المتعارف عليه. الحين بالنسبة لي لو بنقسم شو الأمراض اللي ممكن تيجي عند الأطفال وبعدين بنتكلم عن الوقاية عنها، منها الأمراض ممكن تكون أشياء خلقية، وهذا في الأغلب اللي هو ممكن الطفل يولد بأمراض موجودة في الكلية، وهذه غالبا تكون لها علاقة بتكوين الكلية نفسها. في بعض الأطفال اللي هو نادر جدا ما تكون الكلى لأسباب مش معروفة، أو لأدوية تكون الأم خذتها أو أمراض تعرضت لها خلال الحمل، وهاي أغلب الحالات ما يكمل الحمل، ولو ولد الطفل يحتاج غسيل من البداية، أو بعض الأطفال يولدون بكلية واحدة والثانية ما تكونت، أو في أكياس موجودة وحلت محل الكلية اللي تشتغل طبيعي، أو الوصلات ما بين الكلية اللي هي نسميها المسالك البولية ما بين الكلية وما بين مخرج البول وفي المثانة تكون فيها تشكير، أو بالعكس توسع. ففي أكثر من شيء خلقي ممكن يؤدي إلى فشل الكلية، بس نحن لازم نتذكر أن الكلى سبحان الله نحن عندنا كل إنسان يخلق بكليتين، فحتى لو كلية واحدة مو شغالة تماما الإنسان عادي ممكن يكمل حياته طبيعية تماما
طول حياته والعمر المتوقع له طبيعي، والأمراض اللي ممكن تصاب الكلية تكون كلها في نفس رينج الإنسان يكون عنده كليتين. نعم دكتورة، مثل ما هناك عفوا أمراض مثل ما ذكرتي خلقية وهي الشائعة لدى الأطفال، هل هناك أمراض أخرى للكلى لدى الأطفال؟ نعم، فيعتمد دائما لما يجينا الطفل بمرض في الكلية أو قصور في الكلية أو علامات قصور للكلية مثل ارتفاع ضغط الدم أو وجود زلال في البول أو اختلال في الأملاح اللي هي كلها مربوطة بوظائف الكلية، يعتمد وايد على عمر الطفل كيف نحن نشتغل على التشخيص ومن بعدها نشتغل على العلاج. لو الطفل توه مولود غالبا يكون شيء خلقي، لما الطفل تتطور عنده أمراض خلال أول 3 شهور من العمر بعد غالبا يكون شيء خلقي في وظائف الكلية، لأنه ممكن يكون شكلها طبيعي بس وظائفها مختلة. اللي من عقب 3 شهور وطالع أو حتى عقب عمر السنة الطفل يكون معرض لأمراض أخرى مثل أمراض في الجهاز المناعي تهاجم الكلية أو أنواع معينة من الالتهابات ممكن تضر الكلية، منها الكورونا الكوفيد. في أطفال كانوا يجون أن خلال وقت الكوفيد لو كان شديد عندهم يكون في بروتين في البول، يكون في اختلال في وظيفة الكلية. وفي الأشياء اللي أكثر شيوعاً اللي هي الأطفال اللي يكون عندهم جفاف شديد يصير في نقص لتروية أو الدم اللي يوصل للكلية، فبالتالي يؤدي إلى اضطراب مؤقت في وظيفة الكلية. بس هذا الحمد لله في مجتمعنا ما نشوفه، لأن أغلب الأهالي يكونون محتاطين، ولو شافوا أن الطفل مثلاً يستفرغ بزيادة أو أن ما شاء الله عنده إسهال وايد يلجؤون للمستشفيات، والحمد لله المراكز الصحية والمستشفيات متوفرة في كل الدولة، فسهل الوصول للمنشآت الصحية ومعالجة هذا الطفل وتجنب أن يوصل لهذه المرحلة. نعم دكتورة، لو نحن كأهالي كيف ممكن أنا أعرف أن هذا الطفل يعاني من أعراض أمراض الكلى؟ شو هي الأعراض الأكثر شيوعا اللي ممكن للأهل أنهم يلاحظونها على طفلهم ويعرفون أن هذه والله أعراض إصابة طفلنا بأمراض الكلى؟ جيد، الأعراض اللي ممكن الأهل يشوفونها في البيت التنفيخ، لأن مثل ما قلنا الجسم أو الكلى موجودة عن أو مسؤولة عن التخلص من السوائل الزيادة في الجسم. فبعض الأطفال لما يصير عندهم اضطرابات في وظائف الكلى يصير تنفيخ في الجسم، ويبتدي غالبا أول الصبح الطفل يكون حوالين عيونه متنفخ والثنتين يكونون من غير احمرار في العين. في ناس تعتقد أن هذا عشان في التهاب في العين أو حساسية، بس هو يكون الجهتين. بعدين يتيجي تنفيخ في البطن، تنفيخ في القدم، تنفيخ في اليد، التنفيخ في الجسم، هاي واحدة أو هي الودمة نسميها. الشيء الثاني تغير لون البول، هاي من العلامات اللي تظهر على وظائف الكلية، وخاصة لو تغير اللون الأحمر أو البني، هذه لازم على طول يروحون ويأخذون الاستشارة الطبية عشان يعرفون فعلا هل في مشكلة في الكلى ولا تغير لون البول لأسباب أخرى ومنها أشياء مرتبطة في أمراض الدم أو وجود البول يكون فيه مثل الرغوة. لما يبول الطفل يسأل الأهل على الحمام أن يكون فيه مثل رغوة على البول، هاي يقول أن فيه هاي علامة indirect أو غير مباشرة لوجود زلال في البول أو اللي يسميه بروتين في البول. فهاي بعد من العلامات اللي ممكن يشوفونها. شيء ثاني، الطفل لو اشتكى من صداع فجأة يفضل أن ينقص ضغط الطفل، لأن ارتفاع ضغط الدم غالبا يكون مربوط في أمراض في الكلية. هاي العلامات اللي ممكن يشوفونها الأهل، بس إحنا نسلم من ننصح إن الطفل من عقب يعني لو ما عنده أي شيء معروف بالنسبة لي إنه يكون عنده مشكلة في الكلية أو ما في حد من إخوانه أو قواته عندهم، لأن أغلب الأشياء هاي تكون جينية وممكن تكون لو في واحد ينصح إن نحن نفحص الأطفال الثانيين. فلو الطفل ما في شيء وصحته تمام والأمور كلها زينة من عمر 3 سنوات وطالع الانترناشنال جايدلاينز أو التعليمات الطبية العالمية تقول إن الطفل من عمر 3 سنوات وطالع لازم يسوى على الأقل مرة في السنة تحليل البول وفحص وظائف الكلى وتشيك لي ضغط الطفل، لأن الضغط في الصغار مو الكبار ممكن يجي خاصة في الأطفال اللي يكونون في أدى والعمر 10-11 سنة ممكن يجيهم نفس النوع الضغط اللي يجي حد الكبار. فلو ما نقاس الضغط بشكل روتيني راح يضل سنوات وممكن يخرب وظيفة الكلى مع الوقت، بينما لو تعالج بدري ومعرفة سبته وعلاجه فالطفل ما راح يعاني منه. جميل أيضا دكتورة تسليط الضوء على أمراض الكلى لدى الأطفال. يعني اليوم عرفنا منك يعني مثل ما نقول أعراض ممكن تنبئ الأهالي بوجود يعني
خلل في وظائف الكلى عند الأبناء. فتسليط مثل الضوء على أمراض الكلى، نحن دائما نتكلم أمراض الكلى لدى الكبار، أمراض الكلى الشائعة، ولكن أمراض الكلى مثل ما ذكرتي اللي مو دايركت بتأدي إلى مثل ما قلتي في بداية الحلقة غسيل الكلى أو لا سمح الله الحاجة إلى كلية، لازم يكون هناك وعي أكثر دكتورة حول هذه المواضيع الخاصة بأمراض الكلى لدى الأطفال. إذا بنتكلم دكتورة لضيق الوقت عن إذا عرفنا الأعراض اللي ممكن تنبئ بوجود أمراض الكلى، كيف ممكن الأهالي الوقاية من هذه الأمراض وكذلك الكشف المبكر عنها؟ في أشياء اللي هي تكون جينية في أمراض في جسم الطفل صعب أن نحن نتجنبها، بس لما يكون الطفل أكبر ويبتدي يعاني من ارتفاع في الضغط لازم الأهل ما يتجاهلوا هذا الشيء. يعني ممكن للأسف لما يروح الطفل وينفحص الفحوصات الروتينية كان مسكم والأشياء هاي الروتينية اللي خلي الطفل يروح للطوارئ أو العيادات الخارجية مش دائما ينقص الضغط، فلازم ينقص الضغط لا الفحوصات الروتينية، لأن كل ما شخصتي شيء بدري كل ما تجنبتي هذا الشيء. مش دائما ما في يعني حل سحري لتجنبها، هي أكثر تشخيصها يعني مبكرا يؤدي إلى نتيجتها تكون أفضل، بمعنى أن في كثير أمراض لو تعالجت بدري ممكن نتعافى منها الطفل في الكلى، وفي لكن لو تأخر علاجها ممكن يؤدي إلى فشل في الكلى وفقدان لهاي الكلى. نعم، وهذا دكتورة اللي الفحوصات الروتينية مهمة أن نحن نتنبأ بهالشيء، لأن نحن نقدر نسوي هاي الخطوة أن نحن نسوي التدخل المبكر. نعم، هذا دكتورة اللي دائما نحن ننصح المتابعين فإن الفحص الدوري للأطفال وللكبار هو من أهم الفحوصات اللي ممكن يجريها الشخص لنفسه ولأفراد عائلته. دكتورة الوقاية، كيف ممكن الوقاية من هذه الأمراض؟ الوقاية في أمراض الكلى، لأن أمراض الكلى تندرج تحتها حتى التهابات البول، فاللي هي أغلب الأطفال لما يجونا غالبا من بعد يعني بداية دخول المدارس اللي هو 6-7 سنوات لما يبدون يسيرون فترات طويلة للمدرسة، نلاحظ أن أغلب الأطفال يجونا بعد هالعمر وخاصة البنات بالتهابات البول المتكررة اللي هي طبعا على المدى الطويل ممكن تضر وظيفة الكلية. نعم دكتورة، عفوا بس عندنا مداخلة هاتفية إذا ممكن. معانا أبو عمر عبر الهاتف. صباح الخير أبو عمر. صباح النور، مرحبتين، الله يحييك. الله يحييك اخوي، تفضل ابو عمر. مرحبتين دكتوره، السلام عليكم. حياك الله ابو عمر. الله يحييك، الله يحييك يا دكتوره. دكتوره طبعا احنا يقولون بسبب الكلى، يقول يعني امراض الكلى ما ادري عاد صح الكلام ولا، يقول الشاب الصبح يعني جلاس ماي تقريبا على الريج، حد يقول ماي دافئ، حد يقول ماي يعني مهم يشرب، هذا يحافظ على الكلى، هذا جانب. جانب آخر في بعض يقولون فعلا هاي التجربة جربتها أنا مثلا ماي ناريل، واحد نصحني قال لي اشرب ماي ناريل أموره تعدد، فعلا كنت أشرب عريض يمكن 2 من هاي لا وشربت، وفعلا بديت بعد فترة تحسنت يعني الحمد لله رب العالمين، فما أدري صحتها اللي يسمونها. شكرا لك ابو عمر على هاي المداخله، وان شاء الله بخل الدكتوره بتجاوب على استفسارك. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا، جزاك الله خير، يومك سعيد. دكتوره ابو عمر كان يسال مثل ما ذكر عن الاقاويل اللي تقول انه لازم تشربين ماء على الريج، هل يشربون ماء بارد ولا ماء دافي؟ وصحيح كلام الصراحه نسمع وايد من هالكلام، وكذلك ذكر أن ماي النارين هل ممكن أنه يساعد للأشخاص المصابين بأمراض الكلى؟ السؤال جيد وشائع، وأنسألنا في العيادة أنسأل دائما هذا الأسئلة. الماي جزء رئيسي من علاج الكلى في أو تجنب، خلينا نقول لما بدينا نتكلم عن الوقاية شرب الماي، وأن الإنسان يروح الحمام بصورة يعني منتظمة، مو من خاصة الأطفال اللي يمسكون أنفسهم لفترات طويلة تكرر عندهم التهابات البول، واللي يشربون ماء أقل يصير عندهم التهابات البول وحتى الحصى ممكن يتكون عندهم. فشرب الماء ما يفرق، مو بلازم على الريج، المهم أن الإنسان يعرف أنه في طريقة نحن نحسب فيها كل حجم سواء للطفل أو لإنسان بالغ، لأن الأوزان تختلف بين الناس البالغين وحتى في الأطفال بالنسبة لأحجامهم سواء
بالنسبة للعمر أو لوزن الطفل فيها. هذا موجود أيضا دكتورة على حساب هيئة الصحة في دبي. اليوم شفت بوست على DHA_Dubai للأشخاص اللي حابين يحسبون كمية الماء لهم أو لأطفالهم، موجود هذا على الحساب. شرب الماء مو بس اللي هو يعني أول شيء ما يفرق بارد أو دافي، ما يفرق إنه على الريج ولا لا، بس يفرق إنه نحنا نشرب التارجت مالنا، هذا الهدف مالنا نشوفه كم ويوميا نلتزم فيه، مو بيوم. في ناس تمل إنه تشرب شوي وتقول لك لا أنا أشرب سوائل ثانية، لا ما يعوض مثل الماء. شيء ثاني بالنسبة للسؤال لشرب ماء الناريل، في بعد غاولة ثانية تقول ماء الناريل، ماء اللي تحورين فيه الجرجير، أو سوري عفوا كل الأعشاب هاي بصورة عامة يعني، وفي منها شرب ماء اللي يحطون فيه، تعرفين اللبان العربي، في ناس تود اللبان في الماء وتشربه، هاي كلها في خاصة اللبان العربي سووا عليه دراسات، وشافوا إنه الناس اللي عندها قصور في وظيفة الكلية يحسن بس بصورة مؤقتة مش دائمة، يعني أثر مو دائم مو بعلاجي. هم هذه هاي المواد كلها أو هاي الأعشاب كلها، الأوراق الخضراء بصورة عامة، ماي اللبان وماي الناريل، فيهم جزء يشتغلون كأنهم مدر، بمعنى أن الإنسان يحس أنه هو يبقى أو ماي الشعير مثلا، الناس يزيد من كمية البول، يعني يخلي الكلى تدفع أنها تكون بول أكثر، بس ما يحسن أو يعالج لو في مرض خلفية. هذا لازم يعني عشان نوضحه للناس، عشان ما يعتقدون أن أنا لو شربت هذا ما رح أخذ دواء، ما رح أراجع حد. يعني هو مثل ما نقول غير مضر، ولكن هو ليس علاج لأمراض الكلى دكتورة. صحيح. دكتورة ما أدري إذا في 3 دقائق نقدر نتكلم عن مستوى خدمات الرعاية الطبية اللي يوفرها مستشفى الجليل التخصصي للأطفال في هذا الجانب، جانب أمراض الكلى. الحمد لله نحن يعني خلال السنوات السابقة بدأت الناس تقدم، هيئة الصحة تقدم خدمات لعلاج أمراض الكلى في الأطفال، ونحن نعتبر نقول أكثر مركز في عدد أطباء وفي خدمات من نقول من A to Z أن نحن نقدر نقدمها للأطفال أمراض الكلى ولله الحمد. حتى في ناحية حتى لما صار في النقل لمستشفى الجليلة والتوسع في الخدمات، صار في حتى دائما نحن ناس أو المجال الطبي الحين يلجؤون للي نسميه السبيشالايز، اللي هو كل ما يكون المركز متخصص كل ما تكون الخبرة الأطباء اللي موجودة والخدمة اللي تقدم أحسن. وكل الخدمات الثانية اللي ممكن احنا نحتاجها، سواء تكلمنا مختبر، أدوية، أشعة، تخصصات ثانية من طب الأطفال، كلها موجودة تحت سقف واحد، فهذا يساعد ان سرعة تقديم الخدمة للطفل وسرعة العلاج، وبالتالي مثل ما قلنا النتيجة تكون احسن. فالحمد لله نحن موجود عندنا 4 استشاريين غيري انا، يعني ان عفوا توتال 4 استشاريين انكلودينج انا، وفي عندنا اخصائيين، وفي عندنا جراحة الاطفال وجراحة مسالك الاطفال اللي تدعمنا، وزراعة الكلى والتقييم للزراعة والرعاية بعد الزراعة وحتى الغسيل بكل انواعه. فنقول نحن الحمد لله مركز متكامل جدا باي خدمة ممكن يحتاجها الطفل للتشخيص وعلاج والوقاية من امراض الكلى. نعم دكتورة انتصار الحمادي استشاري أمراض الكلى لدى الأطفال في مستشفى الجليلة التخصصي، شكرا لكم على جهودكم المبذولة في علاج الأطفال، وكذلك يعني مثل ما نقول مواكبتكم للتغيرات وانتقالكم من مستشفى لطيفة لمستشفى الجليلة التخصصي والخدمات التخصصية اللي تقدمونها الآن للأطفال. شكرا لك على هاي المشاركة الطيبة، سعدنا بكل المعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا. العفو، حياكم الله. شكرا شكرا لك دكتورة. أعزائي المستمعين، في نهاية حلقتنا لليوم أشكر لكم حسن متابعتكم، آملة أن نكون اليوم قدمنا لكم لو معلومة واحدة مفيدة طلعتوا فيها من برنامج صحة وسعادة، وكذلك آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، ومن نور دبي أوجه الشكر لي زميلتي ميرا الغفلي في التنسيق والمتابعة، وكذلك في الإخراج كان معانا اليوم مخرجنا المبدع وائل القواسمة، وكل الشكر لإذاعة نور دبي والقائمين على هذا البرنامج. كنت معاكم محدثتكم آمنة آل علي في برنامج صحة وسعادة، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة.